أيام من تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة وتمسك الجيش الوطني الشعبي بالمسار الدستوري مخرجا للأزمة. للجمعة الثامنة تواليا حشود من كافة أطياف الشعب الجزائري ملأوا شوارع العاصمة متمسكين بمطالبهم الرافضة للباءات الثلاث. خرجنا باش يروحوا كاع لخاطر شوف مسخروا بينا بزاف، وحاجه اللي يقولوها ما يديروهاش، وحنايا انا حنا برا حتى نهار يروحوا ان شاء الله. الشعب ما رايحش يروح منا حتى هذه العصابات تروح وتكون انتخابات نازيه. فعلى غير العاده اغلقت مداخل العاصمه وشهدت الطرق المؤديه الى ساحه البريد المركزي تواجدا مكثفا لقوات الامن، أين وجه المتظاهرون رسالة للجيش الشعبي الوطني وقيادته. الجيش الوطني الشعبي هو المؤسسة الوحيدة اللي لازم نضرب في اتجاه باش نسلكها من الخراب باش ما تخربش. لا أدرى هما هادو راهم باغين يدخلوا المؤسسة العسكرية في بعضهم بعض. الشعب الجزائري مد لكم يده باش توقفوا معنا باش تصطفوا مع الصف الشعب وتطرح العصابة، وحنا اللي ندخلكم في التاريخ، أعطينا لكم فرصة تاريخية لا تعوض. لافتات وشعارات أكدت في ثامن جمعة من الحراك الوطني على رفض التحديد الرابع جويليا المقبل موعدا لرئاسيات، فالكل يؤمن بجدوى مرحلة انتقالية دون من طبط اسمه بالفترة السابقة. الشعب اسيا اكدو دي فونت باش ديني هو ان ترانزيسيون اتما ان ترانزيسيون بوليتيك ديموكراتيك بوبولير اتخذ من الشعب باش ادنفك شونس الى دوزيام ريبوبليك اتي لي تبنى دوله الحق القانون الديمقراطيه. ومع استمرار تشبث الشعب الجزائري بمواقفه تتقلص مساحه التوافق مع مطالب الحراك بالتمسك بخيار الدستور، حل صفري قد يطيل عمر الازمه.